Bien. Donc, الجزء الثالث والأخير في هذا الدرس اللي هو الجزء المتجه في الفضاء. أوكي؟ بيان. دونك شنو كنقصد بيان سيغ بالجزء المتجه؟ نعطيو بيان سيغ أولا تعريف. تعريف من قبل نحاول نرسم لكم بيان سيغ واحد المتجهتين، نعطيكم يعني شنو كنقصد بالجزء المتجه قبل ما نعطي التعريف. أوكي؟ بيان. دونك لاحظوا معايا غندير واحد جوج ديال المتجهتين في الفضاء إي و في، واحد جوج ديال المتجهتين، يعني متجهتين مثلا هذه هي إي وهذه مثلا هي في. مثلا دونك شو سامبلومون شنو غادي ندير؟ هاد في غندير لها الإزاحة، يعني نقطة التأثير ديال هاد في ها هي غنجي نطبق على هادي. شو سامبلومون كندير الإزاحة كومسا، يعني كومسا كتعطيني هادي سميتو. يعني شوفوا معايا، متجهتين متوازيتين لهما نفس المنحة ونفس المنظم فإنهما متساويتين. أوكي؟ يعني إذا كان بيان سيغ واحد جوج ديال المتجهات عندهم نفس المنحة ونفس المنظم، أوكي، ومتوازيتين راه فإنهما متساويتين. يعني في لو سامبلومون كندير لها الازاحه، يعني فاش كندير الازاحه ما كنأثر بوالو. بيان. دونك انا فاش كنقصد شنو كنقصد بالجداء المتجه؟ دونك جداء متجه، جداء متجه يعني جداء كيعطيني متجهه، يعني من الاسم ديالو بين، عكس جداء السلمي. الجداء السلمي يعني برودوي سكالير. دونك برودوي سكالير كيعطيني واحد السكالير، يعني واحد المعامل او عدد حقيقي، عدد حقيقي. عكس هنا الجداء المتجه كيعطيني متجهه، متجهه اتونسيون بيان، يعني بيان سيغ ما تخلطوش الامور. بيان. دونك تو سامبلومون كنرمزو بالجداء المتجه بهذا الرمز هنا اي، وكنديرو هذا الرمز يعني في مقلوبه برودوي فيكتوريال في، يعني جداء متجه يعني برودوي فيكتوريال. دونك شنو كيقصد بيان سيغ بهذا برودوي فيكتوريال؟ برودوي فيكتوريال كيعطيني واحد المتجه دوبل في. دونك شنو هاد دوبل في؟ شنو الشرط ديال دوبل في؟ هاد دوبل في تو سامبلومون كتكون عموديه على اي و في او ميم طون، يعني في نفس الوقت. يعني كنعطيني واحد المتجه هادي دوبل في، هاد دوبل في متجهه اللي كتكون عمودية على اي و في في نفس الوقت. اوكي جيد. دونك دابا نعطيو التعريف بيان سيغ تاني خصال. دونك شوفوا معايا، ليكن او لتكن اي و في متجهتين من الفضاء. شوف معايا، الجداء المتجه ل اي و في هو شنو؟ هو متجه، هو متجه، هو متجه دبل في، الرمز ديال دبل في تكون او لا متجهه دبل في حيث. دونك عندي جوج ديال الشروط، حيث شنو؟ دبل في عمودية على اي و في في نفس الوقت او ميم طون. يعني بكل بساطة غندير لكم الرمز، يعني دبل في عمودية على اي و ماشي او مي و، دبل في عمودية على في. متفقين؟ والشرط الثاني منظم دوبل في هو بيان سيغ الرمز ديال المنظم كومسا، بيان سيغ هو المنظم ديال برودوي سكالير او برودوي فيكتوريال باردون، يعني الجداء المتجه، يعني اي برودوي فيكتوريال افيك في، يعني جداء متجه مع في. شنو كيساوي لي؟ تو سامبلومون كيساوي لي المنظم ديال اي في المنظم ديال في في سينيس. هذه المرة يعني عكس الكوسين، يعني شفنا في بيان سيغ في جداء سلمي شفنا الكوسينيس، من هنا السينيس. مي اتونسيون بلاتي، سينيس ديال المتجهة ما بين اي و في. بيان. دونك لاحظوا معايا مزيان، باسكو كندير بيان سيغ البرودوي سكالير. شنو قلت لكم؟ هو عدد حقيقي، قلت لكم هو المنظم ديال اي، هذه النوطاسيون ديال البرودوي سكالير، يعني بوان نقطة في المنظم ديال في في الكوسينيس اللي ما بين الزاويه اللي ما بين اي و في. متفقين؟ بيان. دونك هادشي بيان سيغ شفناه، بيان سيغ هادشي شفناه. دونك هنا لاحظوا معايا، عدد ما درتلك المنظم، ما درتلك مباشرة الجداء. مي هنا الجداء عبارة عن متجهة، عبارة عن متجهة. متفقين؟
متفقين؟ حيث أن هذه المتجهة كتكون عمودية على إي و في في نفس الوقت، يعني عمودية عمودية، ومنظم هذه المنتجية، يعني المنظم ديالها اللي كيساوي هذا الشيء، ماشي الجدا متجهة، المنظم، أتونسيون، ونرمز له ب بكم سا بيان سيغ، إي جدا بيان سيغ متجه مع في يساوي دوبل في. واحد بيان سيغ واحد الغومارك أو واحد الملاحظة مهمة. دونك صافي شوفوا معايا، دونك هذه اليد اليمنى ياك متفقين معايا، شوفوا معايا هنا درت لك اي في، لا درت في برودوي فيكتوريال مع اي، ماشي بحال يعني ان الجزء المتجه ليس تبادلي، البرودوي فيكتوريال ني با كوميتاتيف، يعني ماشي تبادلي. دونك غنعطيها بيان سيغ في خاصيات كيفاش كي بيان سيغ كنشوفوا المنحة ديال دبليو في بهاد اليد بيان سيغ اليمنى. دونك اليد اليمنى كنبدا مثلا من اي، مثلا هنا نورمالمون خصني ندير هنا اي وهنا دبليو في، غنقول لكم علاش. دونك تخيلوا معايا ان اي هي هنا و دبليو في هي هادي. دونك شوفوا معايا اي هي هادي اللي بالاحمر و دبليو في هي هادي اللي بالازرق، شوفوا معايا بحال هكا كومسا متفقين، يعني هكا كومسا. دونك اشنو كندير؟ كندير بحال هكا باليد اليمنى من اي نحو في، دونك كتعطيني بيان سيغ كومسا، كنشوف هاد الابهام ديالي كيشوف الفوق، دونك يعني دبليو في غتكون لتحت كومسا. مي غير قلبت يعني اي ولات هنايا و في هنايا، دونك الا درت اي برودوي فيكتوريال في، دونك راه كنبدا بحال هكا، يعني من عاد اي وكنمشي عاد في، يعني الابهام عاد كيشوف تحت، يعني في غتكون بحال هكا كومسا وكل تحت، متفقين؟ كنتمنى تكون الفكره وضحت، يعني كنتحكموا اولا كنعرفوا الملحه باليد اليمنى حيت كنشوفوا الابهام فين كيشوف، مي كنديروا بيان سيغ تيغ بيان سيغ البوشون، يعني فتح مثلا قنينة، وكيف فتح غطاء قنينة، يعني فاش كتفتح قنينة يعني كومسا، يعني بهاد الدائرة كومسا نفس القضية بحال هكا، اوكي، يعني كتمشي من اي نحو في بيان. دونك نعطيكم شي خاصيات ومن بعد نخدمو شي ميديا، اوكي. دونك تاني خاصيات شوفو معايا مزيان، عندنا بيان سيغ اي برودوي فيكتوريال في يخالف في برودوي فيكتوريال اي، يعني جدا المتجه لـ اي و في ليس تبادلي، يعني ني با كوميتاتيف، يعني اللي بدلنا يعني هادي نو، مي ولدينا هادي بيان سيغ مخالفه، ولدينا شنو؟ لدينا اي برودوي فيكتوريال مع في كيعطيني ناقص في برودوي فيكتوريال افيك اي، اوكي، يعني جدا المتجه ديال اي و في هو ناقص جدا المتجه ديال في و اي، اوكي، يعني الا قلبت كندير واحد ناقص، اوكي، يعني بيان سيغ هادي بيان سيغ كتسنى بيان سيغ ماشي الخطانية، مي بيان سيغ اختلافية على ما كنعتقد، باسكو يعني فاش كنقلب كنجبد واحد إشارة ناقص. دونك دابا نشوفو الخطانية، ناخدو يعني ثلاثة ديال المتجهات، دونك مثلا اي زائد في، منساوش المتجهات بيان سيغ لا نسيتهم، بيان سيغ برودوي فيكتوريال مع دوبل في، دونك هنا كنشر يعني بكل بساطة متفقين، يعني اي جدا متجه مع دوبل في زائد عندي زائد في بيان سيغ جدا متجه مع دوبل في، يعني جو سامبلومو الجدا المتجه مالو توزيعي على زائد، اوكي، نفس القضية يعني إلا قلبت، مي أتونسيون هنا إلا قلبتهم راه كندير ناقص متفقين، يعني إلا درت دوبل في جدا متجه اي زائد في تو سامبلومو هي دوبل في برودوي فيكتوريال اي بليس يعني زائد دوبل في برودوي فيكتوريال في، بيان سيغ لا ديمونستراسيون أولا البرهان ديال هادشي بسيط، اوكي، يعني ما كاينلاش نديرو باسكو يعني بسيط بزاف، كنستعمل بيان سيغ واحد الفضاء منسوب إلى معلم متعامل ومنظم وكنخدمو، اوكي، بيان. دونك شوفو معايا دونك مثال، نخدمو شي مثال بسيط وبيان سيغ عاد نكمل لكم الخاصيات. مثال دونك ليكن A B C D E F G H
بيان سيغ مكعب قياسه ضلعيه واحد مثلا أو اثنان مثلا ضلعيه اثنان يعني عندي واحد المكعب كم واحد المكعب دونك كنتمنى ان يكون يبان لكم مكعب ندير واحد النقط متقاطعه دونك دابا بيان سور كيبان لكم مكعب متفقين بيان دونك بيان سور باغ اكزومبل ا B, C, D, E, F, G, H, par exemple. Et de bien sûr, où est mon carré? Ça fait. Il y a des notes bien sûr F et H. Bien. Donc tout simplement, on va le produit vectoriel AB, il y a une multiplication AB. Mais maintenant, par exemple, DC. Donc là, je dois m'aider. AB و DC مالهم AB و DC مالهم مستقيمين يعني متوازين باسكو يعني بيان سور مكعب دونك يعني AB و DC متوازين دونك يعني الزاويه اللي ما بين المتجهه AB و DC كتساوي صفر يعني المتجهه AB الزاويه اللي بيناتها مع DC دونك تو سامبلومون كتساوي صفر متفقين يعني غنديروا الانطباق D مع A دونك يعني غتنطبق لي C مع B دونك الزاويه اللي بيناتهم هي صفر متفقين دونك هادي بيان سور هي الزاويه دونك لونغل يعني الزاويه اللي ما بين هاد جوج ديال المتجهات تري بيان دونك لاحظوا معايا مزيان دونك شنو غادي يساوي مباشره تقدروا ديروها اوكي ديروا مباشره هي المتجهه المنعدمه مي نبينوا علاش علاش باسكو عندنا المنظم ديال مثلا نفترضوا بان هذا الشيء كيساوي دوبل في دونك عندنا بيان سور المنظم ديال دوبل في شنو كيساوي ليا كيساوي ليا بيان سور المنظم ديال ابي يعني مباشرة هي المسافة AB وغنضربها بيان سيغ في المسافة DC يعني المنظم ديال المتجه DC وبيان سيغ غنضربها في سينيس ديال الزاوية اللي بيناتهم اللي هي صفر بيان سيغ شنو غيعطيني غيعطيني صفر دونك المنظم اللي كان صفر يعني المسافة ديال بيان سيغ ديال دوبل في كتساوي صفر وهادشي كيستلزم ليا أن بيان سيغ حيت المنظم دائما موجب دونك يعني كيستلزم أن المتجهة المنعدمة هي دوبل في تو سامبلومون يعني مباشرة هي المتجهة المنعدمة متفقين تخي تخي دونك باغ اكزومبل قلت لك حسب لي باغ اكزومبل ا بي ا دي يعني هذا ا بي مع ا دي دونك بيان سيغ ا بي مع ا دي لاحظوا معايا كيفاش غنديرو كوم سا يعني بيان سيغ غيكون لتحت يعني دوبل في غتشوف لتحت متفقين كوم سا يعني ا ا بي وكنجي ل ا دي متفقين كوم سا يعني كتشوف لتحت تو سامبلومون هي ا او مي بوخوا ا او حيت بيان سيغ ا او متعامدة على ا دي وفي نفس الوقت نتعامد على ا بي دونك عندنا ا او متعامدة مع ا دي وفي نفس الوقت ا او متعامدة مع ا بي متفقين دونك بيان سور هادشي كيبان في الشكل بيان دونك لاحظوا معايا بيان سور اللي كان ولكن بيان سور ماشي هادشي كيستلزم ليا بان يعني برودوي فيكتوريال اولا جوج ديال المتجهين راه كيساوي مباشرة ا او نو كيساوي واحد الكا في ا او وي انا متفق معاه اولا بكل بساطه شوفوا معايا مزيان تكون صح هادشي
كيساوي واحد المتجه دوبل في، بحيث الدوبل في بيان سيغ فاش كيكونوا بيان سيغ واحد جوج ديال المتجهتين متوازيتين. دونك باغ اكزومبل هادي مثلا مثلا اي، وهادي مثلا المتجه جي. دونك تو سامبلومون راه اي الا كانوا متوازيين راه كيساوي كاف جي، متفقين؟ بيان سيغ هاد الدوبل في راه غتكون متوازيه مع ا، اولا غتكون منطبقه عليها دونك متوازيه عليها يعني دونك يعني تو سامبلومون كتساوي واحد الكا في ا. دونك حنا خصنا نكملوا هاد كا. تو سامبلومون كيفاش غنكملوا هاد كا؟ تو سامبلومون عندنا المنظم ديال دوبل في هو المنظم ديال هادي. دونك بيان سيغ المنظم ديال دوبل في يعني تو سامبلومون المنظم ديال دوبل في شنو كيساوي ليا؟ كيساوي ليا بيان سيغ المسافه ا بي، بيان سيغ المسافه ا بي راه كتساوي اثنان، باسكو يعني كل ضلع قياسه اثنان، اوكي؟ دونك يعني كتساوي ليا المسافه ا بي في المسافه ا دي في السينيس ما بين بيان سيغ ا بي و ا دي. دونك لاحظوا معايا ا بي و ا دي راهم بيناتهم بيان سيغ واحد الزاويه قائمه، يعني كتساوي بي على اثنان، متفقين؟ يعني سينيس ديال بي على اثنان، سينيس بي على اثنان كيساوي بيان سيغ واحد. دونك غتبقى لي هادي في هادي، بيان سيغ هادي شنو كيساوي؟ ا بي في ا دي، يعني اثنان في اثنان، متفقين؟ بيان، وبيان سيغ سا شنو كيساوي ليا؟ كا، بيان سيغ المنظم ديال هادي هي بيان سيغ القيمة المطلقة ديال كا في المنظم ديال ا او، يعني تو سامبلومون هي القيمة المطلقة ديال كا في بيان سيغ ا او، متفقين؟ مي بما ان بيان سيغ دبل في و ا او عندهم نفس الملحة، دونك هاد الكا موجب، يمكن لنا نحيدو القيمة المطلقة، متفقين؟ كا غيكون موجب حيت عندهم نفس الملحة، متفقين؟ إلا كان عندنا ملحين متعاكسين، دونك كتكون كيكون كا سالب مباشرة. دونك لاحظوا معايا كا فاش غادي نضربو بيان سيغ غنضربو في ا او، المسافة ا او، المسافة ا او كذلك كتساوي اثنان، حيت هو ضلع من المكعب، دونك يعني كا في اثنان. دونك تو سامبلومون شنو غنستنجم؟ هادشي كيساوي هادشي، يعني كا غيساوي ليا اثنان مباشرة، دونك يعني تو سامبلومون كتتعوض هنا ب اثنان، متفقين؟ بيان سيغ. بيان سيغ المنظم بيان سيغ ديال هذا راه هي بيان سيغ المسافة اللي هي بيان، وبيان سيغ هذا وهذا دونك كيساوي اثنان. إذا دونك شنو تكونوا فهمتوا معايا المثال؟